يا صباح الخير على الوي او مساء الخير على حسب تشوفوا الفيديو الجامد ده. زي ما انتم شايفين ابو علي تحول لقرد. يبي يبي شايفين وده ليه؟ وده القرد والله. انت واد ابو علي ابوش وده ابوشك بقى يا حبيبي. زي ما انتم شايفين دلوقتي على الوي حركات الفرخه اهو كان شنوشه واذا بقول لك كان شنوشه. ابو علي حسابي اتقفل. ابو علي انا مش عارف اللعبه دي عايزه تقفل حساب اللي ليه بس في حسابي. زعب الله خلاص بقى ما تفتكرش حسابك القديم. انت هو بقى بوتش يا حمي كابوتش 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 تتي اف بوتش ما بوكش يا حبيبي. ايوه صح حركات بقى خلاص كله بص عرف حركات. انت هو بوتش زعلان ولا انت بوتش مين في بوتش ليه حسابي؟ ابو حسابك بوتش هو يكتفل لوحده. لا حركات الفرخه انا احسن يتقفل لوحده وانت حسابك ما يتقفلش. لا طبعا احسن حاجه انهم قفلوا الثلاثه مع بعض عشان لو كان حساب واحد بس اللي فينا اتقفل تاني كان هيبقى شمتان فيه. فهمتوا على ايه؟ طيب دلوقتي بس الحاجه الوحيده اللي مش فاهمها ليه قفل حساب الجد الشلبي؟ انت هو بقى بوتش شابوك كابوتش كابوتش ما بوكش كتير ولا كمان مش تمام مش 500000 ولا 500000 او كله راح خلاص. ابو علي زعلان جدا. ابو علي لازم ارجع له حسابي حتى بس مش عايزين يرد عليا. يلا مش مشكله اهم حاجه دلوقتي ان احنا عملنا حسابات جديده. هي دي على الحسابات الجديده ده زي عبولة وده طبعا حركات. احنا بنصور لكم دلوقتي وهم كانش مشات بس ما تقلقوش كله هيشتري اللبس بتاعه وكله هيلبس نفس اللبس القديم تاني. بس اهم حاجه بس احنا بنجرب هنشوف الحسابات هتتقفل ولا لا. اوكي اول ما الاقي الحسابات تمام ما اتقفلتش هنشحن تاني ونلبس اللبس. ماشي احنا دلوقتي موجودين في لعبه القرود. انت هو بتش يا حمام بتش لازم بتش هفتي ولا ايه؟ ابو تشيكاي لازم بتش تشوف ابو تشيكاي ابو تشي بتاعه تاني. لازم تشوف القائد تاني. ماشي ماشي يا فرخه. ابو علي وانا برضه ابو علي لازم اعرفه مش الزعبيل. اوكي يلا بينا دلوقتي هنلعب لعبه القرود يعني هنشوف مين احسن قرد. ابو علي انا بص بصفتي قرد ممكن اتحول قرد بكل سهوله. انت هو بتش ولا بتش ولا جنب يا حمي كمان جنب بتش ولا ولا ايه؟ تعالى ازعب ولا يا دوب عمال تقول لي اتحول قرد. اوه انا مسكت في الحبل بيو ليتس جو. انت هو ابو علي ابو تشك طب بتش بقى دلوقتي ازرق بتش ولا ده؟ ازرق ولا اخضر؟ هو ايه الازرق ولا اخضر؟ قدامك اصفر وبني. احنا ممكن نط من فوق. يبي نطيت من فوق نختار انا ممكن اختار اصفر. ليتس جو ابو علي ابو تشك امشي وراه. اوكي يلا تعالوا كده بقى دلوقتي قدامنا موز. المفروض دلوقتي حلوين الموز ده اللي بيخلي القرد اصلا يبقى قوي. انا ممكن اخد ده الموز ده لو خبطت فينا هنموت يا لهوي. ابو علي المفروض ما تخبطش فيه لازم بس تمشي بيه بسرعه. اهو زعبوله تعالى زعبوله كده ليتس جو بيو 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 عديت. انا عاوزكم تكتبوا في الكومنتات على ايه رايكم في شكل حركات الجديد وزعبوله وما كانش نشات. ابو علي ما كنتش عارف ان انا اتحول كانيش والله تصدق الكانيش شكله حلو. حركات الفرخه ازاي مش قدام؟ اوه الحقوا يا علويه بيقول لنا ايه؟ اوكي بيقول لنا دوس على الجمب. لا لا يا لوي يا لوي يا لوي يا لوي انا هليكوبتر. يلا زعبولة انا وعلي انا ما كنتش اعرف ان انا بص معايا هليكوبتر. احنا ذات نفسنا هليكوبتر. اوه نيجي هنا نيجي هنا ليتس جو. يلا فرخه انت هو بقى مش دلوقتي مش كان مش كان حمايه ابو انت بتحاول مش كان شوشه. يعني انت دلوقتي بقى حركات قائد ايه؟ انت هو مش كان مش كان شوشه قائد كان شوشه. انتوا نبات انتوا الحمد لله على الواد انا ما تحولتش كنشنش. ان انا كان معايا حساب تاني كده وكان معايا اللبس. ليتس جو خلينا قاعدين هنا. طبعا اهم حاجه ان احنا كنا ايه عايزين نصور لكم فيديو فاهم حاجه جبت حركات وزعبوله ان احنا بنصور فيديو اللي هو بصوا القرود ده. طبعا هي اللعبه ايزي المفروض ان احنا ما نموتش خالص. حركات الفرخه لحد دلوقتي ما موتش. انت هو مش كنت لسه مش مكتشف اللعبه يا حبيبي. اوكي زعبوله ما تموتش يا زعبوله. واهم حاجه طبعا علوي ان انا رجعت حركات وزعبوله. المفروض دلوقتي ان احنا ناخد الموز كمان. هاخد الموزه. حركات الفرخه انت ما خدتش الموزه. انت هو مش شايف مش موز كتير يا حبيبي. شارب موز كتير. حركات على فكره لو انت بص بقيت قرد يا لوي من الوعي ده. انا زعبوله انت عمال تعبص كتير يا زعبوله. هو انا كنت باخد الموزه. هو انت هتعيش لي فيها دور القرد ما تمشي مش لازم تاخدها. اوه ماي جاد الحبل ده اللي جامد. على فكره احنا لو شافونا يودونا جنينه الحيوانات. انت هو بقى مش انت بص انت بص جنينه الحيوانات يا حبيبي. ابص مش قد ولا انت بص مش ايه بص بيقول لنا ايه هنا على الويه؟ بيقول لنا ان في يا لوي من الوعي ده. ها يا حبيبي يا نهار زبادي حركات الفرخه بصوا بيطير والله راح واقع. اوكي اهم حاجه ان احنا معانا بصوا الهليكوبتر. الهليكوبتر دي جامده جدا واحنا قروب. ايه ده من الوعي برضه؟ انا ابو علي يا شويه نبات ما موتش ولا مره. اكتبوا لي في الكومنتات على مين احسن قرد دلوقتي قرد ايه؟ مين احسن واحد بيلعب اللعبه؟ ابو علي ابص على ديك يا دوب. تعالى زعبولة انت يا دوب. اوكي على الويه خلينا بقى نعدي كده وناخد ده كمان وده كمان. اهم حاجه طبعا زي ما انتم كتبتوا لي في الكومنتات ابو علي حاول ترجع زعبوله وحركات ان هم يرجعوا يلعبوا اللعبه تاني او رجعنا لعبنا اللعبه بس هم ما كانش نشات. حركات الفرخه ما كانش راضي يلعب اللعبه اللي لازم يجيب بص لبس الحراميه ولازم طبعا يكون نفس الشكل القديم. قلت له لا حركات. اوه انا اتزحلق.
شفت قالوا انا ممكن اطلع تاني نجرب نطلع ليتس جو عايز اجرب كده تاني بيو زحلقه جامده قوي قلت الحركات بقى انت بص مش لازم تجيب اللبس القديم عشان ممكن تشحن وتلاقي الحساب بتاعك اتقفل تاني فاحنا هنجرب الاول هنشوف الحسابات هتتقفل ولا مش هتتقفل وبعد كده قالوا نقدر نشحن عادي ونجيب كل اللبس بتاعنا ونرجع لنفس الشخصيات هنعمل ايه طيب عشان هم قفلوا لنا اللعبه بصراحه مش عارف ليه انت ما بتش ولا بتش ليه ما بتش غدايه مش عارف والله اتقفل وكده مره واحده ممكن بقى عشان بص كوكا كان معانا بص روبوكس كتير طب انا كان معايا روبوكس كتير حركات كان معايا روبوكس كتير الجد شلبي كان معاه برده 275000 انت يا زعمان ما كانش معاك روبوكس كتير اه معايا بصراحه ما كانش معايا غير 700 او 690 كمان اوكي يعني زعبولة كان معاه اقل من 700 روبوكس ازاي بقى احسب انا مش عارف اوكي نيجي هنا ليتس جو بصوا البالون يبي نيجي هنا نيجي هنا اوكي طبعا حركات هو الوحيد اللي كان معاه اكتر روبوكس بعد الجدي شلبي يعني حركات كان معاه تقريبا حاجه و30 الف جدي شلبي 275000 انا الحمد لله كان معاه 10000 يا لوي ارجع كده تاني بقى على شفت يا لوي بيعاين اوكي انا همشي كده انت مش التالونه ولا مش مشوا يا حبيبي اوكي انا ممكن استخدم المروحه بيو المروحه جامده جدا ان احنا نعدي المراحل دي ليتس جو اما نشوف مين احسن ايه ده الواد حركات سريعه كده ليه ابو علي مش عارف ابو علي الواد حركات تقريبا بس واكل فلفل انت مش واكل موت يا حبيبي حركات واكل موت طب ازاي سريع كده انا ممكن اجي هنا اجي هنا ليتس جو ثانيه ممكن يكون خد هدايا الهدايا بتدي سرعه اوه 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 ايه الحاجات دي ثانيه احنا معانا عجله حظ ممكن يجي لنا سرعه ابو علي فين عجله حظ شفتها اوه جالي 3 سكي بس مش هستخدمها لو كان جالي سرعه كانت هتبقى جامده ممكن نعمل واحده كمان ممكن يجي له سرعه دلوقتي على ايه الجامب جالي جامب يا حركات لا بنت بص ممكن ياخدها بقى اوه جالي جامب كمان مره طيب ماشي انا كده معايا جامبين ما استفدتش باي حاجه المفروض كان يجي لي السرعه بقى سرعه بلي. جامب ثالث مره وطا ايه العز الدوب ده اوكي خلينا نقفل كده انا معايا جامب على شايفين الجامب دلوقتي اوه ماي جاد الجامب بقى كبير خلينا نعمل جامب كده ليتس جو بص انا بطير دلوقتي يا نهار زبادي انت ما بتش يا حبيبي ما بتش بتاعتي بتش بتاعتي بتاعتك برتق خد يا واد تعالى هنا يا واد انا عايز لك هنا معايا بتاعتي حمرا يعني انتوا الاثنين معاكم الحمرا الحمرا دي اللي هي السرعه يا زعبولة صح؟ اه معايا بص مخلينا سريع ازاي؟ احنا كده صعبين ده انت ما بتش بتاعتي بتش بتاعتي بتش بتاعتي بتش يا حبيبي يا حركات مش برتقال يا فرخه بص دي لونها احمر يا لوب يا حبيبي كمان ليه شبت بتويه ما هي ده يا ابني نفس لون الطماط المشكله ان حركات عنده عمى الوان ما يعرفش الالوان خلينا نيجي هنا كده عشان نمسك الحبل او مش لازم نمسك الحبل خلاص بقى احنا بصوا بقى معانا جامب جامد بس انا كان نفسي تجيلي السرعه اوكي يا لوي اتعلقت زي المسمار في الجو يا شباب خلينا ننزل هنا كده بيو ليتس جو بصوا حركات سريعه وزعبوله او ماي جاد انتوا شايفين في فتحات في النص لو انا منها خلاص كده موتنا وبصوا الموز عامل ازاي ابو علي السرعه بس جامده على فكره مش بتخلينا نموت وفي ليزر كتير اوه نوت كراب علي ليتس جو او ماي جاد كنت البس الليزر عديت 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 خلينا نشغل الهليكوبتر هليكوبتر ليتس جو دلوقتي بنختار حركات الفرخه مات حركات دخل في البرتقاني حركات الفرخه انت بتختارها عشوائي ولا انت عارف الالوان يا ابني انت ما بتش حافظ مش كل حاجه اكتب مش دلوقتي مش احمر 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 ايه بس حسب الله انا بلوكين في اللي على الالوان انت يا ابني استنى تعالى تعالى حركه اقول لك على حاجه انت اخترت اني واحده انت ما بتش تهوى ولا ايه ابو علي ايه ده ابو علي يا ابني ثواني يا زعبول ما انا عارف ان هي دي انا واحده حركات يا حميكا هو ده هو ولا مش عارف مش يدخل جوه هو اللي مش عارف يدخل جوه يا ابني انت نوب انا عايز اعرف اللون ده اسمه ايه حركات انت ما بتش تاخد التابع اخضر طبعا يا لوي اللون ده بقى اخضر او ماي جاد الواد ده بص عايز يضرب علقه والله بعد كده اللون ده اسمه حركات تباتي طماطم اوكي هو لون الطماطم ماشي خلينا نمشي هنا لا اسكو خد التشيك بوينت هو علي هو بس عارف لون الاحمر ده بس لون الطماطم اه صح ما هو معلمهم بقى اوكي ونيجي هنا كمان يبي كده نقدر نعدي من الليزر ده كمان نعدي هنا ليتس جو اللعبة حلوة على الوية خصوصا الحبل الجامد ده بصراحة بتيجي تقف عليه اوكي وكمان حركة المروحة الجامدة دي اللي هو لما بنيجي نموت بنروح جايين بص ماشيين على طول وناخد جامب ممكن افضل مستخدم المروحة لحد ما نشوفها تودينا فين هو 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 لا بص لمست ايه لمست الليزر خلينا نجرب تاني بس ايه ده على الوية ثانية هو انا كنت بقول هو هو نفس حركة القرد والله القرد بيعمل كده برضه ابو علي عايش الدور هو فعلا قرد اوه ثانية 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 زعبولة ننزل هنا يبي ايه ده استنوا الجامب اتاخد مني شفتوا اه معايا وانا كمان مت خدوه مني ظلمه اللي مش عارف بس خدوه اوكي دلوقتي بص نقدر نعدي كده من غير ما يكون معانا الجامب ايه ده الواد حركاته لو بيعوم تحت ولا ايه انت مش خبطت ولا ايه اوكي نيجي هنا اوه يا علويه بصوا ده بيخبط فينا كده شبه الجبنه الرومي مثلث الجبنه الرومي بالظبط معايا استنى بص انا ورايا
اوكي نعدي بس من هنا الاول، بعد كده من هنا. خلاص يا عبولة تعالى وز بقى، اصل المفروض تيجي على طول. الواد حركات بصوا لسه معاه السرعه. هو احميه ابوتش فلاش فلاشيشو، حركات فلاش فلاشيشو ابو الفلاشيش. نيجي هنا كده يبي، نيجي هنا كمان. ليتس جو، انا معايا كم انا مجمع 33 موزه. نيجي هنا كده يا سلام، بص على لون الموزه ولا بيتجس حاجه. يا نهار زبادي، المفروض اعدي من على دي كمان. نيجي كده بيو. طبعا دلوقتي علي بعد ما عرفتوا الحسابات بتاعتنا، المفروض ان انتوا طبعا تضيفوا بقى الحسابات الجديده. جيش الحراميه يضيف حركات القائد بتاعهم طبعا، عشان هو هيخلي الحساب بتاعه ده هو الاساسي، وهيشحن فيه طبعا اللبس وكل حاجه. فلو انتوا عايزين تضيفوه هتضيفوه على الحساب ده. اي واحد معاه حساب تاني غير الحساب ده يبقى ده مش حركات الاصلي. لا 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 يا لوي، بص لفيت في الجو ازاي. انا علي ويضيفوني انا كمان، انا حسابي الاصلي الكنيسه الجديد. ما كنتش متوقع ده عند الكنيسه في حياتي. اديك لعبت بيه سبحان الله. اوكي خليني جاي هنا بقى. المفروض ان شخصيه الكنيسه دي اكتر شخصيه طيبه في اللعبه، عشان اي حد بيعمل اي حساب جديد هو اللي بيتحول كنشنوشه. فدلوقتي سبحان الله حركاته زعبله كنشيش. انت ما مش عمك مش كنشيش يا ابني، كنشيش يعني يا لوي يعني حسابات جديده. هو انا بس اسمها كنشيشه معلي، اسمها كنشنشات. افهم بقى كنشنشات. هو ايه اللي كنشنشات؟ لا مش كنشنشات، اسمها كنانيش. يا لوي او ماي جاد، ايه ده ايه ده ايه ده، كره هنا كره هنا. المفروض نجي كده ايوه الو. ايه هم اسمهم الكنشنشات؟ يعني لما بنيجي نقولهم بنقول كنانيش ولا كنشنشات؟ انت هو عيب بتش بتش يا حبيبي، مفهوم انت تقول بتش فنكيش فنكيش فنكيش. اقعد ساكت انت. هو انا بنط على البتاع دي ليه؟ معلش على وشك بكلم الفرخه حركات، خلينا ننسى والله. يا ابني ما اسمهمش فنكيش يا ابني، انت ما بتش مسموم يا حبيبي، اسمهم بص كنانيش كنانيش او يا اما كنشنشات. لا هم شويه هم فنكيش يا حبيبي. فنكيش ايه بس؟ هو ايه اللي فنكيش دي؟ ايه يعني ايه فنكيش اصلا؟ هاي هم عايزين يسيبوا بقى الورس اللي بيحبوا لك فنكيش انت بارح. اوكي نجي هنا ناخد البول. يا لو يا لو ما خدتش الموزه، نعدي من الليزر. ليتس جو. نجي هنا هنا. اللي يعرف جمع في كنشنش على يكتب لي في الكومنتات. المفروض ان هم اسمهم كنشنشات صح؟ يا اما اسمهم كنانيش، لكن فنكيش دي انا اول مره بص بصراحه اشوفها. انت هو مش هو مش فنكيش يا حبيبي. ولا فنكيش ولا بنكيش، انا ماليش دعوه. خليني جينا كده بيو، احنا كده مقربين نعدي الحبل ده بقى. بصوا هو اللي صعب بصراحه، لان احنا بنيجي نعلق كده على الحبل. ايوه نروح الحبل التاني، الحبل التاني شفت قلت لكم صعب. يا لوي يا لوي، بصوا لفيت في الجو. نروح كمان مره امسك في الحبل. هو احنا بصوا بننط بس على الحبل على هو بيمسك تلقائي لوحده. اوكي هنستنى الحبل يجي تاني. امسك، المفروض ما ننطش غير لما يجي هنا. اوكي عديت. بصوا في يا لوي وقعت، المفروض ننط هنا بعد كده هنا ونيجي هنا. اوكي فرقة، انت واقف على الموزه يا نوب انت عشان ما اخدهاش. انت ما بتش مش بتاع يا حبيبي. وايه الموز بتاعك؟ كنت فاكر نفسك في الغابه لوحدك، ما احنا معاك قرود. هو علي ما تستنينا مع علي، هبص في المكان اللي وراكم على طول عند الحبل اهو. تعالى يا زعبول، احنا مش من هنا. اه ما ينفعش ما ينفعش نمشي من هنا، نمشي بص من على الشوكولاته. ليتس جو. الواد حركات لسه معاه السرعه النو. هو انت بقى يا حبيبيك مت ولا انت بس حسدتني يا نو؟ حسدت ايه ده؟ انا موت احشاء. خلينا نعدي كده بسرعه بسرعه بسرعه. ابو علي عملت سكيب ستيج، عندكم اروبات. اوه لا يا علوان، الهليكوبتر بص بتموتوا فيها يعني بكل سهوله كده بصراحه. لما بنيجي نوقع كده من ايوه امسك، المفروض ما نستخدمش الهليكوبتر غير لما نكون طايرين. ناخد الموزه، انا كان معايا سكيب ستيج 3 مرات، ايوه 6 مرات اهي معايا، بس مش عايز اعمل. نور يا دار زبادي، محتاجين ان احنا نعدي من الموز. ايوه عدي عدي. ليتس جو، هنا ممكن اعمل سكيب ستيج كده كده ايزي اصلا. اوكي شايفين على ايه دلوقتي بقى؟ نعدي من على الاناناس او ممكن نعمل كده سكيب ستيج. اوه وانا بموت شفته، انا بص اهو على نفسي واعمل سكيب ستيج. وادع حركات الفرخه بص عليا. انت ما بتش تهوب ولا انت ما بتش بتستخدم بتش بتاع بتش بتعدي بتش بحاء متعدين المرحله اهو يا حبيبي، ما استخدمتش البتاع. بص دلوقتي على انا هعمل كده هليكوبتر في الجو. ليتس جو، يلا بقى الهليكوبتر نعمل كده سكيب ستيج. ليتس جو، شايفين عشان احنا خلاص اصلا وصلنا للمرحله الاخيره. يلا يا نوبه حركات جيت الاول. انت ما بتتغشش ولا ايه؟ بس يا نوبه فرخه. بص معايا ايه تاني يا علوي؟ معايا 3 فري، تعالى حركات نستخدمهم في العالم التاني. الواد زعبوله لسه هناك. يلا زعبوله طب انا مش هناك معانا في العالم التاني خالص. يا زعبوله يا غدر، واحنا اللي مستنيين. يا حبيبيك هو زعبوله مش لسه. اوكي جينا العالم التاني، انا معايا 3. بص على سكيب ستيج. اوه يا لوي يا لوي، ايه الموز ده كله؟ لازم ممكن اعمل واحده دلوقتي سكيب ستيج يبي، لان انا معايا 3 على الوي. المفروض ان احنا بنستخدمه طبعا عشان نخلصه. ممكن لا 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 عديت.
طبعا كل ما تيجي تلاقي نفسك هتموت تستخدم بص الاسكيب ستيتش. يعني بصوا دي سهله. هنا بص الحبل بقى بامبا، نمسك في الحبل كده مغناطيس، بعد كده نيجي هنا زحليقه اكيد لا في ليزر، يبقى احنا نعمل كده في الجو بيو ونعمل سكيب ستيتج. عملت 2 سكيب ستيتج. اوه الموزه بص خبطتني. طب انت بتصور وعايز تستخدم سكيب ستيتج ليه؟ يا زعبولة بخلصهم، انا كان معايا بص كام واحده مجانا فبستخدمهم، واللي جات لي من عجله الحظ. طب علي طب انا بنشوف بص اللي هيكسب في السباق ده. لا يا حبيبي سباق بيه، احنا المفروض دلوقتي ان احنا نوقف الحلقه لحد هنا عشان الالوية كمان تدخل لعبه القرود دلوقتي ويشوفوا اللعبه الجامده دي، وكمان يضيفوا الحسابات بتاعتكم. اقبلوا بقى كل الاصدقاء اللي هتضاف. يلا علوي ابعت لهم اصدقاء. انتوا رحتوا فين يا نوبان؟ انت هو بابا قدامك يا حبيبي. طب اقف حركات ثواني عشان الناس تشوف اسم حسابك ويشوفوا اسم حساب زعبوله. انت هو بس تعمل اسمه ولا اوكي اسم حركاتها على اللي شايفين. او حركات، لان حركات جه يسمي نفس الاسم بتاعه ما لقينالوش اسم، جينا نسمي نفس الاسم بتاعه القديم. طبعا كل المتابعين واخدين الاسم بتاعه. اولا مش اسمه مسروق. اسم مسروق. ماشي يا فرخه، هنيجي لك زعبوله. استنى طب علي تعالي لي طبق عشان بص تشوف اسمي. طيب هنجي لك دلوقتي، اوعى تتحرك بقى عشان بص احنا المفروض نوقف الفيديو لحد هنا بقى. احنا نروح للواد زعبوله بس عشان نشوف الاسم بتاعه. انت بابا مش استنى. اوكي انا جاي اهو. هليكوبتر. بصوا عامل لنا اصلا حرف الاتش عشان نستخدم الهليكوبتر اللي هي الحركه بتاعت الهليكوبتر بتاعتنا. الواد زعبوله بصوا قدام، عايزين نروح له بسرعه. وادي زعبولة، هو فين زعبولة؟ اوه زعبولة في العالم الثالث. طب علي تربطها معايا. يا زعبولة يا نوب. انت وين بقى مش زعبولة مش شافي؟ سافر يا زعبولة يا نوب، لازم نعدي العالم ده كله عشان نروح له. بصوا في العالم ايه؟ العالم رقم 3، احنا في العالم رقم 2. ليه يا زعبولة انت يا نوب؟ طب علي ما تربطها معايا وبعدين تقول تسبق. اوكي المفروض نمشي من هنا كده. طبعا علوية دلوقتي المفروض ان انا افضل ماشي كده لحد ما اروح لزعبولة. ايه لو وقعت. اوكي وصلنا للعالم الثالث، خلينا ندخل طبعا عشان نروح للواد حركات وزعبولة. اوكي حركات فرخه اهو. انت هو بابا تشوف يا بابا تشوف ده يا حبيبي. اوكي هنروح دلوقتي بسرعه. وانا زعبوله هتتحرك. طب معايا بص انا مستنيك اهو، يلا بسرعه. اوكي انا هليكوبتر في الجو قاعد. والواد زعبوله فين انا مش لاقيه. انت هو بابا تشوف كام يا حبيبي. اشتري كاب. كاب ايه؟ طب معايا صح الكاب بص بيديلك بسرعه. كاب؟ فين يا ابني الكاب ده؟ في الشوب تقصده؟ طب معايا بص في الانفنتوري. اه ثانيه هي دي. اوكي بصوا في كاب اهو. اوه انا معايا 68، انا ممكن اجيب الكاب. يا نهار زبد لو معايا موسين كنت جبت الكاب الاحمر. ثانيه هنجيبه. بس في موزه اهي، هناخد الموزه دي يبقى كده معانا 69، والموزه اللي جايه يبقى معانا 70، ونجيب الكاب الاحمر كده على الويه. انا ما كنتش اعرف ان في كاب بيدينا السرعه ولا ايه. ثانيه نجرب كده. انت هو مش كاب موزه ولا ايه؟ خليني سريع. ليتس جو. البس كده بعلي. يبي بص دلوقتي ايه ده؟ لا هو ما خدتش سرعه كتيره يعني. طب علي ما مش هديلك سرعه كتيره يعني، انت بس هتمشي بس اسرع شويه. بص الكبات هنا بيديني هنا الجامب بوست، مش بيديني اصلا السرعه. اوه النضاره اللي بتدي سرعه، يا ريتني كنت اشتريت النضاره. بص النضارات دي بتدي سرعه، دي ب 70 موزه بتدي 2 سبيد بوست. اوكي اشتري نضاره علي عشان النضاره هي اللي بتدي سرعه، لكن اللي محتاج جامب هياخد الكاب. هو الكاب هو اللي بيدي الجامب؟ انا كنت فاكر ان الكاب هو اللي بيدي السرعه. شويه نوبات انتوا مش فاهمين اي حاجه والله. انا بص جاي لي هنا هدايا. اوه انا معايا نضاره. ليتس جو. ايه كل الحاجات دي؟ وجالي كمان عجله حظ، بس خلاص بقى مش هنعملها. احنا دلوقتي بقى معانا نضاره على الويه، هنعمل لها كويب كده. ليتس جو. النضاره. اوه النضاره بص على السرعه. ايوه كده. يا نهار زبادي. طب علي بص بقى شكلك كنت سريع. جات لي بص النضاره دي. هو انا وقعت. يا سلام شايفين على وين الهليكوبتر طبعا بتنقذ حياتنا ازاي. ليتس جو كده بص عدي بكل سهوله. انت ماما مش يا حمايك انت مش بتيه ولا ايه؟ بس يا فرخه انا جاي دلوقتي. ليتس جو هليكوبتر هليكوبتر. دلوقتي بص معانا سرعه. اوه دلوقتي بص على السرعه بتاعتك ايه ده؟ بص حركات متعلقه ازاي على الحبل. انت هو مش ولا مش متعب مش مستني كانوا. بص بتعلم ازاي الفرقه. خلينا نيجي هنا كده والواد زعبولة نوبو. اوكي اقفوا بقى. بصوا اسم زعبولة يا علوية اللي عاوز يضيفه او زعبولة ده ماشي. هنا دي ال دي اي. اوكي وده اسم حركات. انت هو مش ولا مش جيش الحربيه مش كوي مش ضيف يا حبيبي. طبعا جيش الحربيه كل اللي بيتفرج على الفيديو ضيفوا القائد بتاعكم الجديد هو ده النوب الكنشتش ده. انت هو مش غاب مش كنشتش يا حبيبي. طبعا حركات هيغير الكنشتش يجيب لبس القائد بتاعه وزعبولة نفس الكلام هيرجع لبسه تاني. طيب طيب ماشي على اساس ان انت دلوقتي ايه يعني دونكي. يلا الوان نشوفكم في فيديو تاني جديد. بحبكم من كل قلبي. لايك واشتراك في القناه لو عايزين تلعبوا اللعبه دي. هي دي طبعا روح العبوها. ودلوقتي احب اقول لكم ان الحسابات لسه ما رجعتش لحد دلوقتي ولسه مقفوله والشركه لسه ما ردتش. نشوفكم بكره في تحدي تاني جديد. سلام.